خالتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اخواتي، قبل ان نبدا في موضوع اليوم وهو موضوع مهم جدا، انبهكم فقط بانني تركت لكم رابط حسابي على الانستغرام على القناة، لكي أي أحد يريد أن يأتي إلي في الانستغرام أو يسألوني عن تربية العصافير أو مرض أو شيء، أو حتى خارج موضوع العصافير، فليس هنالك مشكل، يأتي إلى الانستغرام إخوتي. وإن شاء الله عندما نصل إلى العدد الكافي نقوم ببث حي إخوتي للإجابة عن الأسئلة أو تكلم عن موضوع أو كذا هكذا إخوتي. لذا لقد تركت لكم رابط حسابي على الانستغرام في القناة. أما بالنسبة للموضوع إخوتي، وهو الأسباب التي تجعل الأنثى الكناري إخوتي لا تريد التزاوج مع الذكر، يكون الذكر جاهز و كما نقول يطارد الأنثى لكنها لا تريد التزاوج، زائد الحلول سنقدم لكم حلول، وإن شاء الله كذلك سنقدم لكم حل مجرب إخوتي، لأنه إخوتي أنا أعطيكم معلومات التي أستعملها ولست أعطيكم معلومات شائعة في المواقع أو الشائعة في فهمتوني إخوتي، هذه الأنظمة الغذائية أو كذا أو الأدوية التي أشاركها معكم، فهي من كما نقول جربتها وأعمل بها، لذا أقدمها لكم ولست أقدم لكم معلومات شائعة كالكثير من المربيين بالنسبة على اليوتيوب أو في الفيسبوك. أنا أراهم يقدموا معلومات شائعة ويستطيع المبتدئ أن يعلم بها، هكذا إخوتي للتوضيح فقط. لذا إخوتي، السبب الأول إخوتي وهو السبب الرئيسي، تكون هذه الأنثى مريضة إخوتي، لأن الإناث عندما تكون مريضة تفقد رغبتها بالتزاوج، لا تستطيع التزاوج نهائيا إخوتي. عندما تكون الإناث مريضة يجب أن تكون بصحة جيدة، وحتى لو رأيتها تتحرك وكذا، ولكنها تكون مريضة بمرض كما نقول مخفي، ضربة في الأرجل أو ضربة في الجناح أو مرض في الأمعاء أنت لا يظهر لك، فلا تستطيع التزاوج. لذا يجب تفحص هذه الأنثى جيدا ومعالجتها، هكذا إخوتي. أما السبب الثاني إخوتي وهو تكون هذه الأنثى ليست جاهزة 100%، هي في طريق الجهوزية، فالكثير يعتبر هذه الأنثى جاهزة وهي ليست جاهزة 100%، كما أشرنا في الفيديوهات السابقة كيف نعرف الأنثى الجاهزة 100% التي لم تبقى لكي تضع البيض سوى 10 أيام أو كذا، نجد بطنها منتفخ وجهاز تناسلي لها بارز. أما البعض يقول لي بأن هذه الأنثى جاهزة ولم تلقح لأنها بعد أيام وضعت البيض ووضعته فارغ هذا البيض. نعم أنا معك أخي في هذا كما نقول في هذه وضعية خاصة، تكون إذن هذه الأنثى جاهزة وتكون بصحة جيدة لكنها لا تريد تلقح مع الذكر. يكون السبب في هذه الحالة وهو السبب الرئيسي، تكون هذه الأنثى قد تزاوجت مع ذكر من قبل ومكثت معه داخل القفص مدة طويلة وتزاوجت معه وأنتجت منه فاعتادت عليه وكما نقول اعتبرته شريك حياتها، فعندما تغير لها الذكر فلا تريد التزاوج إلا مع ذلك الذكر إلا بعد فترة طويلة، يجب أن
تلوف بين هذه بين الذكر الجديد والأنثى مدة طويلة وتعمل عملية التشويق، وهنالك عملية جد فعالة إخوتي أعمل بها كثيرا عندما لا تريد هذه الأنثى تنفر الذكر أو لا تريد التزاوج معه. أخرج الذكر لمدة 3 أيام أو يومين من القفص، وفي اليوم الثالث عندما أكون سأرجع الذكر أجوع الأنثى لمدة 3 ساعات إلى 4 ساعات أو أقل، ساعتين فهذا كافي، وأشبع الذكر. وعندما ندخل الذكر إلى الأنثى فهي لا تجد إلا الذكر، فيطعمها هذا الذكر إخوتي، لأنه يكون كما نقول معدته ممتلئة بالأكل فيطعمها. وإذا فات الذكر أطعم الأنثى فهي ستعتاد عليه، وهكذا إخوتي، هذا شيء رباني، فهكذا يكون التزاوج إن شاء الله. أما السبب الثالث إخوتي وهو إدخال الذكر مباشرة على الأنثى، وفي هذه الحالات القليل من الحالات يصدق التزاوج ويتم، لكن في أكثر الحالات لا تستطيع التزاوج، لذا يجب التوليف بين الذكر والأنثى والقيام بعملية التشويق خاصة عند الكناري إخوتي. أما السبب الرابع وهو مكان وضع الأنثى، ربما قد غيرت المكان أو يكون هذا المكان غير آمن، لذا يجب وضع الإناث في مكان واحد ولن نغيره، ويجب أن يكون بعيد عن ضجيج الأطفال وخاصة الحيوانات الأليفة. أما السبب الخامس وهو سبب الكثير يقع فيه، وهو كثرة الذكور داخل الغرفة أو كذا. لكي لا أنسى، يجب وضع الأنثى في غرفة وحدها، ليس في غرفة النوم أو في غرفة الصالون، غرفة مخصصة للطيور. أما بالسبب الآخر وهو كثرة الذكور، لذا لا تعرف أنت أي من هذه الذكور هذه الأنثى تريد التزاوج معه، فأنت تحضر لها ذكر آخر وهي تريد تزاوج مع ذكر آخر رأته داخل الغرفة، لذا يجب حجب كل الذكور، فقط نتركها ترى الذكر الذي نريد أن نزوجها معه لكي ننتج فروخ جيدة وبألوان معينة. هكذا إخوتي، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم وقدمنا لكم كل الأسباب والحلول. ولا تنسوا إخواتي تدعيم هذه القناة لكي نستمر في تقديم المعلومات، وخاصة إخواتي التعليقات لكي كما نقول ترفع من معنوياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.